السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أخواتي؟ اليوم زي ما وعدتكم راح نسوي هذا الجبل، أوريكي كيف نسوي هذا الشكل من الجبل. وهذا الجبل اللي كنت تركته في هذه الطرحة، هذه الأزهار كنت أنا هنا تركة 11 غرزة، 11 زرافة، عشان نقدر نسوي هذه المدور. فهذه آخر جبل عندنا، ما بقي عندنا إلا 10 هنا وعشرة هنا، ومن هنا راح نقص كمان، نقصوا عندي 3 غرز، راح نقص من هنا واحدة وخليت 10 وهنا 10، وهنا لازم تكون 27 غرزة، أنا عندي 26. راح أوريك من هنا كيف أسوي غرزة واحدة، راح أطلع عشان يكون عندي الجبل. هذه شوفوا زي ما قلت لكم، حطيت الببغان، راح نبدا من اللي جنبه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، استعيذ بالله. دخلنا عندنا هوا، ما شاء الله هوا كتير. راح اشيل هذه الببغان، خلاص ما احتاجه، وراح اوريكم شوفوا وقت اللي يكون عندنا هوا انا ما اقدر اولع الخيط كيف نشتغل من دون ما نولع الخيط، ما يطيح عندنا. شوفوا هدول انا تركتهم في الشوط اللي تحت، انتوا فرضوا عندكن القماش وسويتوا فوق منه شوط من الزرافة، شوط بس او شوطين كما تريدين، او بدل هذا تقدروا تسووا 3-4 اشواط زرافة غرز يعني، وبعدين تبدوا في الجبل. فافرضوا الحين عندكم موجود القماش والغرز فوق منه، وراح نبدأ. مسكت الخيط ومسكت الخيط، شوفوا الخيط خلوه شوي طويل، وخلوا على يدكن اليمين مش على اليسار، على اليمين. شوفوا حين بنجي ندخل في الغرزة الثانية، دخلوها ومسكوا الخيطين مع بعض، خلوا هذا الخيط القصير، غير الخيط القصير والخيط الطويل فوق الإبرة، من فوق مش من تحت، من فوق الإبرة، ولفوا الخيط لفتين. ان شاء الله بقدر بكمي هذا الفيديو على خير، انه هوا ما شاء الله كتير وجوا بعرق كمان ما بقدر. شوفوا هذا حبسناه في النص، ايش نسوي؟ نطلعوا، شوفوا طلعوه شوي عشان يكون سويا مع هذه الغرزة. في الشوط الثاني راح نمسكن مع بعض، خلص بس اول غرزة خدوهن مع بعض داوموا غرزة واحدة بس، ما تاخذوا خيط اللي سبتوا في الخيط مرة تانية. نساوي 4 غرز لهذا الجبل، 2-3 وهذه 4. شوفوا عندنا فراغ، غرزة غرزتين، نثبت الخيط بالثالثة. بس شوفوا هنا لفة واحدة، الخيط من تحت الإبرة ولفة واحدة بس، شدوا الخيط مظبوط. إذا ما شديتوا الخيط بالشوط الثاني بتهبط معاكن الغرزة وما بيصير. وخلوا شوفوا هذه شوي كبيرة مش كتير، ولا تشدوها تكون صغيرة، شوي تكون مرتاحة عندكم الغرزة. وهذا شوفوا اللي وصلنا الخيط عشان ما نولع هوا، ما اقدر ولع غرزة. شوفوا غرزة غرزتين تركنا في الثالثة، وهدول محل اللي وصلنا الغرزة الخيط. شوفوا زي ما وصلنا هنا، اوري قرب الكاميرا عشان تكون واضحة. شوفوا ما بنخلي هذا الخيط من تحت، بنحبسهم الاثنين مع بعض، بندخل الإبرة من تحت الاثنين، الخيط فوق الإبرة وبنلف لفة واحدة بس، لفة شدوا الخيط مقوي. وهذا الفراغ هنا لا تشدوا كتير عشان ما يلم، ما يكمش.
شوفوا هنا اصلا انا لازم اترك اثنين، بس عندي زي ما قلت لك الغرز نقصوا غرزه واحده من هنا، بس هذه لازم بدي اترك غرزه واحده وخليها في هذه. هم اصلا كلهم غرزتين وتثبيت، غرزتين وتثبيت، بس هذه واحده عشان نقصوا عندي الغرز، راح اخلي غرزه واحده. فزي ما قلت لكم بفيديو المقبله ممكن تكون هذه الغرزه زادوا عندي الغرز، انا راح اخلي ثلاثه غرز، فانتوا بتدبروا نفسكم بتزيدوا او بتنقصوا. ثلاثة شوفوا هنا اثنين، واحد اثنين بالثالث من تحت الابرة لفة واحدة بس، شدوا الخيط مزبوط، صاروا عندنا اربعة، واحد اثنين ثلاثة اربعة، رح نعمل ستة. خمسة، واحد اثنين فراغ بالثالثة، وهذه الستة. ايوه، وراح نسوي دحين اربع غرز عندنا لفتين، واحدة خلاص هذه راح نشيلها ما عاد نحتاجها. واحدة اثنين ثلاثة، وهذه الرابعة، ونرجع نقلب القماش. هنا شوفوا ما نمسح الغرزة لأنه نحتاج على هدول حين نجي نركب عليه الشغل المدور أو أي شكل تاني. شوفوا لفة واحدة من تحت الإبرة، لفة واحدة الخيط، وهذه ما تمسحوها خلوها غرزة صغيرة، لفتين واحدة اثنين. الحين بقوا عندنا هنا ثلاثة بس، نحن راح نسوي أربعة، لازم يكونوا عندنا أربعة. هنا غرز اللي كانوا عندنا ثلاثة، وهذه بنسيبها في الشوط الثاني ما بنشتغلها. ايش لازم نسوي؟ شوفوا ندخل في هذا، مدينا الخيط بنسوي غرزة غرزة كالعادة صغيرة، يعني زي هذول مش اكبر ولا اصغر. هنا بيضل عندنا في الاول اربع غرز دائما، وفي الاخر اربع غرز دائما. وين نثبت الخيط؟ الحين شوفوا في هذه الغرزة فوق منها نفس المحل، كمان لفة واحدة بس من تحت، من تحت الابرة لفة واحدة ونثبتها، كمان خلوها شوي طويلة مش كتير، ثبتوها. وهنا شوفوا اول واحدة مسكنا نفس المحل، الحين راح نسوي شوفوا هنا في زي ما ضربنا هنا، هنا راح تكون لفتين، انه هنا راح نسوي الغرز، وهذه كمان جنبها في الفراغ لفتين. صارت عندنا هنا بين الغرزة واحدة، هذه نفس المحل فوق هذه العقدة نفسها انثبتها. واحدة شوفوا واحدة نفس المحل تثبتوها، واحدة بالفراغ، هذه بالفراغ، وهذه كمان بالفراغ. إذا لفيتوا الخيط من تحت الإبرة لفتين أو من فوق الإبرة لفتين ما تهم ولا شيء. أنا هدول راح أقصهم شوفوا من الآخر، إنه ما راح أحتاجهم أبدا ولا أحتاج توليع من الأسفل، لأنه حبستهم في الشوط الثاني ما راح يطلعوا أبدا. Thank you.
سويناها بالفراغ، هذه بالفراغ وهذه بالفراغ، صارت عندنا مرزة، وهذه فوق العقدة نفس المحل. لفة واحدة وخليها شوي شوي طويلة، مش كتير. وهذه بالفراغ. بدينا هنا الأربع غرز، هنا نسوي أول غرزة، ثاني غرزة، ثالث غرزة، ورابع غرزة. شوفوا هنا محل وصلنا الخيط أول ما بدينا بالخيط. أيوة، أول ما بدينا بالخيط ناخذ الخيطين مع بعض لفة الدين، ورجعنا قلبنا القماش. هنا دائما لا تنسوا لفة من تحت واحدة، تحت الإبرة لفة واحدة، وخلوا هذه الخيط شوي كده. شوفوا مش تخلوا ولا هذه كبيرة كتير. غرزة، ثلاثة، زي ما قلت لكم هنا لازم دائما تكون أربع غرز عندنا، مش ثلاثة ولا مش خمسة، لا تنسوا. ومن وين تكون واحدة اثنين ثلاثة، هذه لا تحسبوها، هذه مش غرزة، خلاص هذه نعلق فيها الموتيف، نقول نحن موتيف في الفراغ. شوفوا في الفراغ تسووا غرزة، ونفس المحل نفس الغرزة خمس مرات، راح نعمل عقد هنا نفس المحل بنفس هذه الطاقة، خمس عقد. لفة واحدة من تحت وخلوها شوي أكبر هذا الشكل، وهذه كمان بالفراغ بالآخر. شوط هنا كانت في الشوط المقبل عندنا غرزة واحدة، دحين راح يصيروا غرزتين، غرزة وهذه بالفراغ كمان بآخر شوط غرزتين. شوفوا صار عندنا غرزتين بكل شوط، راح تزيد هذه الغرز هنا واحدة واحدة، وهذه كمان نفس الغرزة نفس الطاقة، راح نثبت الخيط زي ما قلت لكم هنا خمس عقد. لا راح يصير عندنا، شوفوا هنا خمس عقد نفس الطاقة، هنا خمس عقد نفس الطاقة، وهنا خمس عقد نفس الطاقة، وهنا راح يزيد عندنا الزرافة، خمس عقد نفس الطاقة. إن شاء الله يمكن الكاميرا من شوي بعدت، وهنا خمس عقد وهنا خمس عقد، وهنا راح يزيد عندنا الزرافة. واحدة كانت عندنا واحدة هنزرافة، راح تصير الحين اثنين، واحدة اثنين زرافة، واحدة اثنين زرافة، نفس المحل نثبت الخيط. أربع عقد، أربع غرز عفوا، غرزة اثنين عفوا، ثلاثة، أربعة. هذه اللي رجعنا فيها، هذه تسيبوها لا تشتغلوها، راح نرجع مرة ثانية ونعمل زي هذا كمان. رجعنا قلبنا الشغل من تحت الإبرة مرة واحدة، ونخلي غرزة صغيرة. شوفوا واحدة
اثنين، ثلاثة، والأربعة من هدول بالفراغ. صار عندنا 4 غرز. الحين نثبت الخيط نفس المحل نفس الطاقة. في راس، اشوفه في الراس، في اخر شوط نسوي واحدة، اثنين، هنا ثلاثة، وهنا ثبتوا نفس المحل. في الفراغ انتبهوا ما تضربوا الإبرة جوات الخيط، لا، في الفراغ. كان في غرزتين، راح يصيروا الحين 3 غرز. واحدة، اثنين، وهذه الثالث. ثلاثة غرز، 3 غرز. نثبت الخيط نفس المحل. شوف بالفراغ. أول واحدة، ثاني واحدة، ثالث، الرابع. ما راح نشتغلها، والحين راح نسوي زيها مرة ثانية. من تحت الإبرة لفة واحدة وثبتها. لا تنسوا دائما هنا بيكون عندنا 4 غرز. بهذا الفراغ 4، وهذه آخر تثبيت. هنا شوفوا صار عندنا 1، 2، 3، 4، ودي الخمسة والآخر. هذه آخر واحدة ثبتة في هذا الغرزة. هنا كان بيصير عندنا كانوا 3 غرز، دحين يصيروا 4 غرز عندنا. واحدة، اثنين، ثلاثة، ودي الأربعة، ودي كمان آخر تثبيت في هذه الغرزة. الراس هذه آخر تثبيت هنا كمان، وهنا كان راح يكون عندنا راح يصير 4 غرز. 1، 2، 3 بالفراغ الرابع، وآخر تثبيت كمان هنا نفس المحل. راح ينعد متى يصيروا عندنا 5 من هذول المد الخيط، 5 خلص. وهنا 4 غرز، 4 × 4 × 4 × 4. واحد، اثنين،
ثلاثة أربعة، وقلبنا الشغل نفس الطريقة، نفس هذه واحدة صغيرة، ثبت الخيط. الحين راح نروح بغرز، هذا الشوط كلياته بس غرز، ما في نمط الخيط ونثبته. اثنين، شوفوا هذه لفيتها لفة واحدة وراح تفشل معاي، فكيتها. شوفوا وين نثبت الخيط، في هذه نثبت، نعمل غرزة، واللي جنبه كمان نعمل غرزة. هذا الشوط كلياته راح يصير غرز، غرزة عادي ما تخلوها كبيرة، نفس المقص. بحاول اوريكم بافضل شكل عشان تكون واضحة الصورة جدا. هنا شوفوا برس هذه واحدة وبرس هذه واحدة، راح نسوي كليات وهذا الشوط غرز. سوينا غرزة وبرس هذه نثبت الخيط كمان غرزة، لا تخلوها اكبر من هذول، غرزة عادي. وهنا قصر عندنا الخيط، راح نعقد الخيط عشان ما يشمط انا وبشتغل ويعذبني. زي ما قلت لكم ممكن يكونوا اخواتي مش شايفين قبل كيف نعقد الخيط، شدوا على اخر هنداوم. نقلب الشغل. الحين راح نبدأ، اول شوط كان عندنا ثلاثة من هدول، الحين راح يكون عندنا اثنين بس. هنا حين نرجع دائما نفس الشي نعمل، وهنا الغرز كمان دائما اربع غرز، واحدة اثنين ثلاثة. شوفوا هذا النص الفوق اللي فوق هدول حتكون الاربعة، غرزة غرزتين نتركهم نفس طريقة ما عملنا هدول، غرزة غرزتين. الثالثة وين تجي؟ انتبهوا في نص هذه، في النص طيب بين هذه وهذه عملنا واحدة، بين هذه وهذه راح نعمل واحدة اثنين. شوف واحد اثنين بالثالث، واحد اثنين راح تجي في النص، في نص هذه. راح يكون عندنا اربع غرز، واحدة اثنين ثلاثة بدي اربعة. قلبنا الشغل وراح نسوي زي هذه نفسها. واحدة اثنين، وراح اقص الخيط نوصل الخيط. اخواتي دائما قبل ما تبدوا مطوا الخيط بيكون شغلكم افضل. شوفوا خلوا الخيط طويل. الحين انا بوريكم شكل من دون توليع،
خلوا الخيط طويل، شوفوا ما نثبت الخيط هنا عشان ما يكون عقد كتير. راح ندخل الإبرة شوفوا في الغرزة الثانية، بس ما تنسوا خدوا شوفوا يكونوا هذا الاثنين فوق الإبرة من فوق مش من تحت، ولفوا لفتين الخيط وشدوها مزبوط. شوفوا هذا الخيط اللي قطعناه مش اللي وصلناه، القديم خيط قديم كمان. الحين راح ندخله نثبت عليه الخيط طريقة، نحبسه مرة تانية عشان بشوط التاني ما يهبط، ما يطلع، ما يفكش، ما يخرب. لفة لفتين نعمل هنا غرزة، وهذا الخيط شدوه كده لفوق، في الشوط التاني نحبسه كده مع بعض الاثنين، خلص هذا انتهى. او تحبوا كمان نخلو هنا نحبسه كمان مرة تانية، ما يهم، يعني لو قطعته هنا ما يهم، وتحبوا تحبسوا هنا كمان ما في اي مشكلة. اول وحدة حبسناها نفس المحل، ثاني وحدة راح نسوي غرزة نفس المنطق اللي عملنا هنا. هنا غرزة واللي بعدها ثبت الخيط، واحدة غرزة اللي بعدها ثبت الخيط، يعني ثبت الخيط نفس المحل، اللي بعدها غرزة. ونعمل أربع غرز، واحدة اثنين ثلاثة أربعة، ونرجع. واحدة اثنين ثلاثة، بهذه الفراغ الرابعة، وهنا التثبيت، وهنا غرزة، عندنا غرزة واحدة حصير غرزتين، وهنا التثبيت. وهنا الغرزة، شوفوا هنا محل اللي وصلنا الخيط الاثنين مع بعض، لا تنسوا اللي بتفتح في الشوط الثاني، حين بتدخلوا الابرة وبتشدوها راح تشمط تطلع معكم. شوفوا هذا الخيط راح كمان نحبسه مرة ثانية بين هذه الغرزة، خلوه فوق الابرة كمان، الحين راح نقصه على الآخر. المنطق نفس كيف سوينا هذول الثلاثة، شوفوا على الآخر ما في زملة تولعوا ولا شيء، بس إذا عندك الخيط ما مشدود مزبوط راح بعد فترة يفتح، انتبهوا. إذا ما بتآمنوا كمان بعد بتقصوا كمان ولعوا، ما في اي مشكله بالتوليع، بس اذا بيكون عندك هواء زي عندنا هنا الحين ما بتشتغل الولاعه عندي، الحين بدخل لجوا بولع، بعدين بولع. أربعة، هذه الرابع شوط، نعمل خمس أشواط وتكون الشكل جاهز. خمس أشواط ويكون الشكل جاهز. واحدة اثنين، وبظن هذا الفيديو ما راح تساعدني عشان خلي كل هذا الشكل بنفس فيديو، انه الجوال عندي زي ما قلت لكم تعبان، ما بقدر بسوي فيديو طويلة تكمي كل الزهرة، وعشان بعطيكم بكل تفاصيل بيصيروا عندي قدر ما حاولت سوي الفيديو صغيرة ما بقدر.
ما بقدر زي هذه الأتراك اللي بيسووا لناس متعلمين بس بيفقدون الشيء المهم، العدد كده. أنا عشان بحاول أوريك كل التفاصيل بتصيروا عندي الفيديوهات طويلين، معلش لا تأخذوني، وأرجو ممكن أن تكتبوا لي في قسم التعليقات ماذا رأيكم في الشغل، في التعليم، في القناة، تستفادوا أو لا، أقدر ساعدكم أو لا. إنه الاستمرار الفيديوهات لازم يكون عندي متابعين أكثر، ولازم يكون عندي في قسم التعليقات ناس يكون معجبين بالشغل. ايوه هذا اخر شوط، ايوه قلبنا. شوفوا صار عندنا الحين، بيكون عندنا هنا 4 غرز خلص، بيكون عندنا هنا 5 مادة خلص، الزهرة جاهزة. الحين راح نسوي بس شوط من الغرز من الزرافة. الزرافة وين ندخل؟ شوفوا آخر هذه السوين العامة المادة. وأحيانا الخيوط من شركة الألطنبة شق بيطلعوا شوي تعبانين، شوفوا بيعملوا كده. هذه خيوط حقت الزبون، هي جابت ليها، شوفوا كيف بيصير. هو من الشركة، نفس شركة الألطنبة شق، بس ليه كده بيطلعوا الخيوط؟ والله ما أدري. هنا وهنا رجعنا. الحين راح نسوي آخر واحدة، إنه بيكونوا عندنا أول 3 وبعدين 2 وبعدين 1، 1. حين بتجوا تبدوا في الشكل.